سبعاد سبعاد مشيت ابا نهار الارس سبعاد نهار نهار شبع براخوت نهار حبيت عمل شبع براخوت العرس ويعبيو على واحد الموضع هكذا المزيان المصوب المشات باش يمشطوا لها وتعملوا الحنه يصوبوا الحنه ومن دي هنيوها شويش قبل ما يتعام وتدي يطلق الالميت سلميت ديالها هكذا ويعصروها عصروها تكون في حال الشراب هكذا ويعملوا فيها النوار والطيب المغود يطحن يصوبوه يطبوه وينغدوه ويغربلوه ويصوبوه يوجدوه كل شيء ويعملوا في ديك الحنه داك دي فحال ملي عصروها الشراب هكذا ويعملوا فيها داك الطيب النوار الريحه باش يكون الريحه ويكون الريحه مزيانه وتيعبوا داك الموضع تيكون ديك اللي حبيت تمشط لها يتمشط لها الشعر يصوب لها تيتعبيها داك يتعبيها هكذا في كعاره مصوبه وتعملوا لها راسها هكذا يتمشط لها راسها ويتعمل لها الزيف الزيف الزيت الخفيف المزيان دي حياتي انت تعرف حياتي وتكون خفيف ويلبسوا لها هكذا وتعملوا لها الدبليج النقرة وتعملوا لها هنا ويعملوا لها داك الزيف هكذا ويشدوا لها الزيف وكل شيء وتكون مصوبه بكبر مشطوا لها وموجوده كاين ويجي داك اللي يحبي يعبيها على البغله تعبيو على البغله يكون مع هذيك يسوق البغله الرجل يا الولد هذا ويجي هو هي هو يرفز هذيك العروسه تيدورها ثلاثه د الخطرات والدور الاول والدور الثاني والدور الثالث والبغله تيعملوا عليها الزربيه يفرشوا عليها على الظهر ديالها الزربيه ويصوبوه مزيان مزيانه مصوب كل شيء البغله ويطلعها ويتركب هكذا يعملها هكذا في القدام هكذا ويطلع هو قدامها ويشبر البغله وهي تشبر فيه هي تعملها هكذا يتحيزوا هكذا يتحيزوا هكذا دائما ما يتخلع لا يطيح يا شيء واذا ويعبيه ويعبيها الفم الدار الفم الدار العروس دي في هذا وتجيب الريحان الريحه في واحد الودعه ويعملوا فيها ويكون يعمل في ذاك الريحان هكذا وهكذا هذه العتباد الدار يرش هكذا يضرب هكذا خضره جوج ثلاثه ويهزها وينزلها من ديك البغله ويدخلها للدار ويتمشى يتجلس على السيته وعلى هذا حتى دي يحبي يباركوا لها ويجرب ويجيو الموالين البولوم والموالي والمشبحه وكلهم العرس يتعمر العولة بالعرس.